طبعا في البدايه مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم داخل مقر تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بالتحديد. احنا بنحاول ان احنا نقدم المعلومه بكل مصداقيه امام حضراتكم. عشان أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب ومدير غرفة العمليات. التنسيقية استعدت بإقامة غرفة العمليات لمتابعة العملية الانتخابية، ودي مش الغرفة الأولى. احنا استعدينا من مجلس الشيوخ، كان عندنا غرفة قوية وكانت المتابعة وكانت مسار اهتمام الإعلام. الغرفة العمليات للنواب احنا ابتديناها من 3 أيام للإعداد والتجهيز ومتابعة ومراجعة متابعينا على الأرض. احنا عندنا 1500 متابع موجودين على الأرض دلوقتي بيتابعوا في 14 محافظة ولسه هيتابعوا في المرحلة الثانية إن شاء الله. احنا رصدنا من خلال متابعينا إن في إقبال كثيف من الناخبين وبخاصة السيدات والفتيات في كل المحافظات. طبعا نفتخر ان في اقبال كثيف موجود في حلايب وشلاتين، وده دي رسالة مهمة جدا لينا كتنسيقية، لان احنا نجحنا ان احنا نوصل في حلايب وشلاتين مفهومنا اللي احنا بنشتغل عليه وهي السياسة بمفهوم جديد. العملية الانتخابية بتصير بشكل جيد، الاجراءات الاحترازية موجودة في كل اللجان. غرفة العمليات لم ترصد اي مخالفة تؤثر على العملية الانتخابية. المشاركة في الانتخابات للشباب ده واجب نحو الوطن. احنا في التنسيقية بنشتغل على الوعي وبنشتغل على تفعيل ان احنا نقدم نماذج من الشباب الواعي الفعال على الارض. مرشحينا كلهم من الشباب في القوائم وفي الفردي. احنا عندنا 28 مرشح في المرحلتين وعندنا 6 مرشحين فردي في المرحلتين. عندنا دلوقتي 5 نواب منتخبين في مجلس الشيوخ و7 اعضاء معينين من قبل السيد الرئيس الجمهورية، وده شرف كبير لنا طبعا ثقة السيد الرئيس في شباب التنسيقية، وده أكبر مثال أن شباب التنسيقية هم سفراء للشباب وإحنا إيدينا ممدودة لكل الشباب المصري إن إحنا نتعاون ونعلم بعض ونشتغل مع بعض ونوصل لأكبر قدر ممكن من المشاركة السياسية للشباب. ليه نتيحه في المستقبل؟ هو موجود فعلا صفحة التنسيقية وموقع التنسيقية وأبليكيشن التنسيقية على استمارة إلكترونية للشباب المستقلين إن هم يقدموا عليها ويقدموا ورقة سياسات علشان نقدر نقيم الشباب اللي عايز ينضم. وشباب الأحزاب بيتواصلوا مع رؤساء أحزابهم ومناء شباب أحزابهم وهم اللي بيقدموا الترشيحات للتنسيقية.